السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. سم يا أبوي، قالوا إنك تبين. أي نعم أبيك. أنا عندي مهمة ما يصلح لها إلا الرجال مضبوط. أبيك تأخذ أخوك وتروحون تجيبون سلاح ندرب عليه شباب الديرة. يا أبوي، ليش هالخوف وليش هالسلاح هذا؟ ما بعد صار شيء. تفضل، هذا اللي تقولون اعتمد عليه. لا حنا ننام، ننام ونرقد، ها؟ لين يطب علينا سيف هو اللي حنشل معه. شوي 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 يا شيخ على مشاري، مشاري إن شاء الله ما راح يطلع عن أمرك. يا أبوي ليش ما تخلي عناد يروح بما أنه عضيدك؟ عناد أنت مالك شغل فيه. عناد أنا أعرفها زين. هو تعبان شوي هاليومين ولا ودي أزودها عليه. اسمع عاد، مات الكلام. أنت وأخوك تروحون تجيبون السلاح نأمن القرية. يا أبوي أنا ما وافقك الرأي، اسمح لي. سيف أنا عارفه زين ومستحيل يتحالف مع المجرمين. أنا يوم كنت بديرة السهل كان هو اللي حميني بعد الله سبحانه وتعالى. ولا أنسى يوم يقول الفيصل هذا ولد عمي. أوف، قال الفيصل هذا ولد عمه. ايه يا مسيكي، وانت هذه اللي اكلت معاك. قال ولد عمي، قال ولد عمي، خلاص امنت له. ايه اسمعني عاد، ونظف اذونك زين للكلام اللي جايك. السلاح تروح تجيبه انت، انت واخوك. مات الهرج خلاص. لو تبي الامان دور على العدل والرحمه، ومثل ما تشوف الديرة وقفت مصالحة وقفت أرزاقهم، وانتم اشغلتوا شبابهم ورجالهم كل هذا علشان تدريب السلاح. يا بوي العدل هو من يحقق الأمن والأمان. أقول خلك بس، وش اللي يحقق الأمن والأمان؟ وش خرابيطك هذه؟ خلك بكتبك وخلك بأوراقك، هذه علوم رجال، علوم رجال ذي ما تصلح لك. صح لسانك، صح لسانك، صح بدنك يبا. هذا الكلام المضبوط، هذا كلام المراجل، هذا كلام ولدي سندي اعتمد عليه مو انت. ترى هذا طالع على خواله. وخر وخر، انا لا تعدي، وخر وخر لا تعدي. لحقني لحقني يا شماس، لحقني. سم يبا،